ولمزيد أيضا من التفاصيل حول ما يحدث في معبر رفح أو دخول هذه الشاحنة ينضم إلينا من معبر رفح مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية. مصطفى، تفاصيل أوفى لديك كذلك عن هذه الصورة؟ نعم، يعني منذ دقائق معدودة شهد معبر رفح انطلاق أول شاحنة للمواد للوقود، وذلك من خلال عبورها إلى الأراضي الفلسطينية. هذه الشاحنة شاحنة محملة بحوالي 24 ألف لتر من السولار، عبرت بالفعل إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ دقائق معدودة، وهذا هو تكليل لنجاح الجهود المصرية التي سعت من فترة ماضية إلى إدخال الوقود إلى قطاع غزة في ظل ما يعاني القطاع من توقف لعدد من المنشآت الحيوية والمرافق الحيوية، منها المستشفيات التي توقفت وأصبحت خارج نطاق الخدمة في قطاع غزة. إذا ما كنا نتحدث عن هذه الشاحنة، فبكل تأكيد هذه الشاحنة والتي وصفها عدد كبير ممن تحدثت معهم هنا، سواء كانوا من الهلال الأحمر المصري أو من الجانب الفلسطيني، سواء كانوا سائقي سيارات الإسعاف الفلسطينية التي وصلت بالفعل محملة أو تحمل عدد من الجرحى والمصابين، قالوا بأنها يعني انفراجة كبيرة سيعمل عليها الجميع من أجل ضخ مزيد من كميات الوقود خلال الفترة القادمة. وأيضا وجهوا الشكر للدولة المصرية، خاصة سائقي سيارات الإسعاف الفلسطينية، وقالوا إن هذا الأمر بات ملحا للغاية بدخول كميات من الوقود، وأن الوضع الحالي كان سينتج عنه توقف تام لكل السيارات ومن ضمنها سيارات الإسعاف وأيضا المستشفيات التي توقفت بالفعل. لذلك فهي انفراجة كبيرة في الأراضي الفلسطينية. نتحدث عنها أنها أول شاحنة وقود تعبر إلى الجانب الفلسطيني من ناحية منفذ رفح البري، وهذا هو ما يدلل على الجهود التي قامت بها مصر مع الأطراف المعنية من أجل محاولات متكررة لإدخال الوقود إلى الجانب الفلسطيني، وكان هذا ما يقابل بالتعنت وبعض العراقيل من الجانب الإسرائيلي. نعم، هو جدير بالذكر مصطفى أن منى عوكل من غزة منذ قليل كانت تقول أن هذه الشاحنة أو هذا الوقود سيستخدم لكل ما هو تابع لوكالة الأونروا، مراكز ومدارس الأونروا وجميع النازحين بها وتشغيل السيارات أو الشاحنات الخاصة بها. طيب، أنتقل معك إلى نقطة أخرى، ما تفاصيل أو هل من تفاصيل لديك عن دخول أي شاحنات مساعدات اليوم؟ نعم، بالفعل يعني نتحدث عن ما تم تجهيزه من قوافل المساعدات الإنسانية التي تنطلق من الأراضي المصرية، حيث تم صباح هذا اليوم تجهيز ما يقرب من 100 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإغاثية، وهي الآن في طور الإجراءات النهائية قبل الانطلاق إلى الأراضي الفلسطينية. كنا نتحدث خلال 48 ساعة الماضية عن وصول أول أمس وصل إلى الأراضي الفلسطينية حوالي 161 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، ويوم الأمس كان هناك أيضا دخول لحوالي 80 شاحنة محملة هي الأخرى بالمواد الإغاثية والطبية التي حملت من ناحية الجانب المصري وتم تجهيزها، سواء كانت من خلال مساعدات المجتمع المدني المصري أو من خلال المساعدات الدولية التي ما زالت تتوافد إلى مطار العريش. هناك أيضا مشهد آخر هنا على أرض هذه المنطقة الحدودية، وهو وصول أفواج جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة الذين وصلوا بالفعل إلى معبر رفح. هناك ما يقرب من 150 شخص وصلوا بالفعل إلى الأراضي المصرية من حاملي الجنسيات المزدوجة، بالإضافة أيضا إلى المصريين الذين كانوا قد علقوا داخل الأراضي الفلسطينية وهم الآن في مرحلة إنهاء إجراءات دخولهم إلى الأراضي المصرية. هناك أيضا حالتان من المصابين والجرحى الذين وصلوا بالفعل إلى الأراضي المصرية عبر سيارات الإسعاف الفلسطينية والتي تعاني كثيرا من نقص في الوقود، وربما كما أشرت زميلتي آية، يعني سيارات الإسعاف التي من المنتظر أن يكون لها نصيب من كميات الوقود التي دخلت، سواء كان ذلك بالاتفاق مع منظمات أو وكالة الأونرا أو ما شابه ذلك، ولكن المنظمات الإغاثية قالت في قطاع غزة بأنها ستحاول توزيع يعني كميات الوقود إلى وفقا للاحتياجات الضرورية الملحة في هذا التوقيت. إذا ما تحدثنا عن وصول الحالات من الجرحى والمصابين، فكما ذكرت هناك حالتان وصل بالفعل إلى معبر رفح البري وهم الآن يتلقيان الإسعافات الأولية داخل سيارة الإسعاف المصرية التي تم تجهيزها منذ بدء الأزمة، وبعد ذلك سيتم توجيههم إلى المستشفيات الواقعة في نطاق محافظة شمال سيناء. من معبر رفح مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك على هذه التفاصيل.